اول اشي هو الشمع، احنا بنجيبه على شكل قوالب، بنكسر القالب وبنحط مية سخنة على الغاز، بنعمل للشمع حمام مائي. في خلال ما هي بتسيح بنحط اللون والريحة، بعدين اذا كان في مرتبان بنعرضه للبخار شوي على اساس انه الشمع ما يعملش فيه تفريغ هواء او تشققات، وبنصب وبنتركه تقريبا الشمعة بدها ساعة وبتكون تمام ناشفة، وبنفكها من القالب. خلاص هي كل فكرة انه صب في قوالب، هي احنا بنشتري القوالب وبنشكل فيها. يعني بديت مشروعي في 2020، في سنة 2020، هلا لي 3 سنين بشتغل في مجال الشمع. انا شفت الفكرة على اليوتيوب وانا بتصفح، يعني شفت انه بيعملوا شمعة هيك وطبقت اول شمعة، ولما زبطت معي افتتحت مشروعي الخاص على وبدأ أسوق له على منصة انستغرام. بالأول ما كانتش الصراحة العائد منها مادي يعني أبدا، بس بعدين لما إنه شفت إنه كل اللي حوالي عجبهم الشمع وإنه برافو وكذا وزي هيك، رجعت عملت شمعة تانية وبدأت أسوق إنه أنا رح أفتح متجري الخاص بالشمع ومش عارف شو زي هيك. فترة الكورونا اللي هي الفترة اللي كنا قاعدين فيها في البيت، كنت بستغل فترة الحجر المنزلي بإنه بطبق الشمع وبحسن منه وبجربه زي هيك. يعني هو اللي كان صعب شوية بالأول إنه كان الموضوع مش ملاقي رواج يعني عندنا في قطاع غزة، فما كنت يعني أستصعب شوية إني ألاقي مستلزمات الشمع اللي هي الروائح والملونات والمش عارفة شو أشياء زي هيك يعني. بس بعدين بمساعدة الأصدقاء والأهل وكذا وناس نشرت لي صفحتي وزي هيك، إنه قدرت أوصله لأكثر عدد من الناس. يعني هو انا كل الاشياء اليدويه اللي بتعلمها ما بيكونش الغرض منها ان انا اتعلم مشروع، على قد ما بيكون الغرض منها انه على قد تسلايا، تضييع وقت، اشياء زي هيك. يعني احنا في مجتمع، يعني احنا مش عايشين لحالنا، فاكيد هنسمع انتقادات، اكيد هنسمع تنمر، اكيد هيكون في ناس مش عاجبهم افكارنا، في ناس ما بتعجبهمش مبادئنا، ما بيعجبهمش كلامنا، في ناس كثير شغلتها بس انه تعلق. يعني انا كنت من ضمن الناس اللي اشتغلت فتره بالرخام، وكنت اروح لحالي على محل البلاط ومش عارفه شو زي هيك، فيعني كان الاشي انه انت بنت وبتشتغلي بالنحت على الرخام وبالحركه الخشب، وهي اشياء يعني صعبه وحرق وكذا واشياء ونحت وكذا وزي هيك، بس مع هيك انه قدرت الحمد لله انه يعني اكمل في مشواري. نصيحتي للفتيات انه كملوا، انه هذه الطريقة الصح، انه احنا البنات مش مكاننا المطبخ، وانه نقدر نثبت حالنا يعني بالبداية، بس نبدأ يعني، بس ابدي يعني.